أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في رمضان تقوم بعض النساء وخاصة الكبيرات بطبخ عشاء وتوزيعه على الجيران والفقراء ويسمى بعشاء الوالدين، هل هذا مشروع؟ وهل نشتري لأمهاتنا ما يطلبن لأجل هذا الأمر؟ نعم، هذا طيب، هذا من إطعام الطعام، وشهر رمضان يستحب فيه إطعام الطعام، يستحب فيه إطعام الطعام وعمل عشاء للأموات أو للأحياء، طلب الأجر والثواب ويعطى للفقراء، هذا شيء طيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.